ما حكم تبديل الذهب بالذهب؟ بيع ذهبك واقبض الثمن واشتري كيف شئت. إذا كنت ستبدل الذهب بالذهب 5 جرام ب5 جرام لا بأس، سلم واستلم، لكن هذا لا يحدث. أو لا يأخذون منك شيئا آخر يقولون مصنعية فحصل تفاضل حينئذ، ولا يجوز مثل هذا. بيع ذهبك واشتري واقبض الثمن واشتري كيف شئت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الذهب بالذهب مثلا بمثل، يدا بيد، هاء وهاء.